السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أخواتي؟ إن شاء الله كل شيء عندكم تمام. أخواتي، حاولت أسوي لكم فيديو عفوا، واحدة من الصبايا طلبت مني من الانستغرام نسوي هذا الشكل، فأنا لأول مرة بحاول جرب سوي من هذا الشكل، فعشان ما عندي وقت والله العظيم كتير كتير مشغولة. وريت كن نسوي هذا وحدة منهم، وبعدين حين يتجمع يطلع عندنا هذا الشكل بإذن الله. فأنا سويت الفيديو وفكرت أنه خلص كل شيء تمام، حين جيت شاهد عشان أنشره في اليوتيوب شفت محل اللي سويت هدول صغار، ما في مستنى الجوال ما عم بيصور، فعشان كده بهذا الفيديو راح أسوي لكم بس هذه الوردة، نتعلم هذه الوردة، وفيديو بعده حتشوفوا كيف سوينا هذا الكل. المتابعين اللي بيتابعوا الفيديو هات في الدور حتشوفوا أخواتي. اليوم بس راح أسوي لكم واحد من هدول، وفيديو المقبلة تشوفوا من البداية الكل في كيف نسوي. بسم الله الرحمن الرحيم، نسوي كالعادة الدائرة السحرية. هذا شيله من هنا ونرجع نسوي 6 غرز جوة الطاقة. غرز مش يكونوا كبير كتير بهذا الشكل، ولا صغير حتى تقدروا تدخلوا جوات منه. معلش والله فكرت انا مسواي كل الفيديو بنفس كل الموتيف بنفس الفيديو، فحين جيت وشاهدت محل هذه الموتيف الصغير، ايوه 3 6 ما في، بنشده بهذا الشكل وبنربط. ايوه 2 أو 3، اذا بتولعوا الخيط انه تولع دائما افضل. وبنرجع باول وحدة، مش راح ندور، دخلنا باول وحدة وحنسوي باول وحدة 2 غرزتين. كما بقول لكم دائما، اذا بتزبطوا الغرزة بلفة واحدة لفة واحدة، اذا لا ما بتزبطوا الغرزة بلفة واحدة لفتين، ما بيختلف ولا شيء. اذا بتلفوا لفتين بتكون العقدة عندكن شوي كبيرة. شوف سوينا 2 غرزتين اخواتي، ورجعنا سوينا فوق الغرزتين 3 غرز. في البداية دخلنا مرتين، وفي الثاني دخلنا مرتين، صار عندنا 3 غرز. هذا بظن نسيت كم غرزة كان، اشوف ايوه على 3 غرز بس، حنزيد 3 غرز خلاص. ودحين نسوي 2 غرزتين، واحدة عشان الشغلة بعيدة عن عيوني شوي بصير صعب علي، 2 غرزة. خلاص راح ندخل على الثاني. بتحبوا ادخلوا كده بهذه، بتحبوا، انا بحب دايما بوضح لكم ادخل بالعكس عشان اشتغل فوق هذا الخيط، فوق خيط اللي بندخل فيه على الثاني بينخفي. ايوه دخلنا عاد الغرزة، ونسوي جوة الغرزة 2 غرزتين، واحدة 2.
هذا الخيط لا تهتموا فيه، راح نقصه، ما ينفعنا، بس عشان دخلنا على الغرزة هو بهذا الشكل. هاي شوفوا، احيانا انا حين بكون مشتغل على حالي طبعا، دايما اذا ببدأ بلفة واحدة بداوم بلفة واحدة، اذا ببدأ بلفتين بداوم بلفتين، زي ما قلت لكم بيكون الشغل لفة واحدة بتكون العقدة صغيرة، ولفتين بتكون العقدة شوي اكبر، يعني مش كتير، بس طبعا عشان يكون الشغل بنفس الحجم اقول لكم، يعني ما يكون اكبر او اصغر. ايوه، صاروا عندنا حبتين من البندق، ودخلنا على الثالثة. حنسوي كل الغرز اللي عندنا بهذا الشكل، عندنا 6 غرز، حيكون عندنا 6 حبة بندق بنفس الطريقة. وبعد هذا الفيديو اخواتي حتشوفوا من البداية الموتيف، وكيف نجمع الـ3 موتيف ببعض وندخلهم في النص. وكما قلت لكم اخواتي، اول مرة بسوي من هذا الموديل، وعن قريب ما في عندي انه زي ما شفت بس بالصورة، فهذا يعني قدرتي، هذا قدرت سويته. ان شاء الله على الاقل بتكون لكم فكرة، اذا بيكون عندكم شيء يشبه هذا الشكل كيف بيصير، بتكون عندكم فكرة عشان تقدروا تحاولوا تسووا زيه. وان شاء الله يا رب، بتمنى من الله انه يكون الفيديوهات جدا جدا مفيدين لاخواتي اللي بيحبوا شغل الاويا وبيحبوا يتعلموا. بس اخواتي بفيديو التاني انا وضحت لكم، اوريكم هذا الموتيف اللي في النص، شوفوا اللي في النص. الحين نحنا بنزيد هنا على 3، بنزيد 3 وبنبني بالنقص 2 و1، هذاك بيصير على 4، بتزيدوا حتى يكونوا عندكم 4 غرز، بس الواحد اللي في الوسط في النص، والباقي الـ3 كلياتهم بنفس الطريقة. ايوه اخواتي، انا راح اكمي هذا الـ6 وارجع لكم، دخلنا بالرابع هكمي وارجع لكم. ايوه صبايا، قربنا على الاخر، بس هنا اوضح لكم موتيف اللي بدكم تحطوه هنا بعد اللي بتجمعوا الكل. اذا ان شاء الله سويت وعجبكم هذا الشكل، انه انا ما في عندي كامل زي ما قلت لكم، بس بحاول اوريكم كيف الطريقة. شوفوا الحين بيكون عم عروق كده شكله مش مزبوط، حين بتثبتوا كلياتهم جنب بعض ومتثبتون من هنا ومن هنا، هو راح يكون شكل اللي بدكم اياه، راح يطلع يعني شكل اللي بدكم اياه. وهذه ممكن تكون قصيرة او طويلة، تقدروا تطولوها شوي تاني كده. وموتيف اللي بدكم تحطوه هنا اخواتي، نحنا هنا بنزيد، شوفوا بيكون عندنا 3 غرز، بس هذا اللي هنا بترجعوا مرة تانية وبتزيدوا هنا حتى يكونوا 4 غرز، بيصير شوي اكبر من هذا، غرزة واحدة اكبر. وبتجمعوا كل القطع مع بعض، 5 قطع بظن كانوا، 5 يمكن، وبالاخر بتحطوا الموتيف اللي فيه 4 غرز الكبير يعني اكبر، بتثبتوه وبيكون كده شغلكين خلاص كامل. ايوه بهذا الشكل بنقص هذه من الاسفل هنا، لا تخافوا عشان اشتغلنا فوق منهم من الاسفل، ما ترخوا ولا شيء. قدر ما تقدروا من فوق خلوها شوي عشان بنولع، ما في مشكلة، بس من تحت ما تخلوا يبان الخيط طاول.
يلا بهذا الشكل. انا بس بعدين اقصه، انا ما اقصه، ما احتاجه اصلا، ما احتاجه يعني. وهذا اقصه كمان وولعه، وبتعطوه الشكل ده اللي بدكن اياه، خلي يكون مظبوط. حين بتعملوا ثلاثة، انا وريتكم بفيديو اللي بعد هذا يا اخواتي كيف نثبت هنا، كيف الكل، عشان ما اطول معاكم. يعطيكن الف عافية، وان شاء الله يا ربي بتكون هذا الفيديو مفيدة لكم جدا جدا. وانا احبكم كلياتكم حتى لو ما بعرفكم، وبتمنى من ربي يكون تستفيدوا بس من هذه الفيديوهات. وبطلب منكن الدعاء، انه الدعاء جدا كتير الناس محتاجين على الدعاء. الدعاء لها مكان، مكان كيف اقول كن، ما بعرف. اطلب منكن الدعاء، وربي ييسر امركن ويسهلكن ان شاء الله، ويسعدكن جميعا. الى اللقاء.